الفاير الارم كنترول سيستم، برضه نفس القصه، اتاكد ان كل المخططات البلانات موجوده. وبعد كده اروح رايح على الرايزر دايجرام، رايح على الرايزر دايجرام الخاص بهذا المشروع. طبعا هنا كميه سموك ديتكتور وهيت ديتكتور زي ما انت شايف، وجاز ديتكتور، حاجه ضخمه جدا. فانا اول حاجه ببدا ابص عليها في المخططات بتاعتي، تمام؟ عايز ابدا هنا مثلا اشوف الليجند، لان هنا الليجند فيها حاجات كتير جدا ورموز هو المصمم هو اللي عاملها وقايل لي عليها. تعال نفتكر مع بعض في انظمه انذار الحريق، عايز الناس تركز. انظمه انذار الحريق في عندي، تمام، سموك ديتكتور، فهو الراجل جاي هنا اهو مديني عامل لي رمز دايره وكاتب جواها اس دي. ايه اس دي؟ دي لازم يوضح لي، تمام؟ اهو ادريسبل. احنا قلنا في نوعين في انذار الحريق، في الكونفنشنال فاير الارم وفي الادريسبل فاير الارم سيستم. فانا هنا عندي ادريسبل فاير الارم سيستم، اول نوع من الديتكتورز اللي هو السموك ديتكتور، فهو كاتب لي ادريسبل سموك ديتكتور ونوعه ايونايزد او ايونايزيشن سموك ديتكتور. الايونايزيشن تايب، ارجع للسلايدات وشوف هي ايه انواع سموك ديتكتور، تمام؟ طيب يبقى اول نوع سموك ديتكتور نوعه ايونايزيشن، طبعا احنا شغالين من النوع اللي هو مين؟ الادريسبل تايب. بعد كده ادريسبل داكت ديتكتور اللي بيركب على داكتات التكييف، ادريسبل داكت سموك ديتكتور، ادريسبل داكت سموك ديتكتور خاص بداكتات التكييف، ارجع للشرح. بعد كده ادريسبل مين؟ هيت ديتكتور، واحنا قلنا في نوعين من الهيت ديتكتور، ده مستخدم ريت اوف رايز، هيت ديتكتور ريت اوف رايز، ارجع لانواع الهيت ديتكتور حسب الشرح، تمام؟ ريت اوف رايز هيت ديتكتور اللي هو بيتاثر بدلتا تي، يعني حسب تغير درجه الحراره بمقدار دلتا تي بيبدا يشتغل، ده مش بيشتغل عن فيكسد تمبريتشر. طيب بعد كده عندي مربع ده حاطط جواه اف اللي هو مين؟ البريك جلاس كول بوينت، احنا سميناها مانوال كول بوينت. طب باقي مكونات النظام، في عندي الساوند بيل الجرس. طبعا هنا ده مشروع كبير، عايز ابدا اعمل مونيتورنج موديول، اقدر اشوف المحابس والمواسير بتاعت الميه بتاعت الفاير فايتنج، فبركب ام ام مونيتور موديول، ارجع للشرح برضه وشوف ايه يعني مونيتور موديول. بعد كده مديني رمز المستطيل ده كاتب اف اي سي بي، واحنا حفظنا بقى من الشرح ان الفاير الارم كنترول بانل، فاير الارم كنترول بانل، وقلنا لو بتعمل اكستنشن بتركب فاير الارم ريبيتر بانل، ريبيتر بانل. طيب بعد كده في عندي كنترول ريلي موديول، ده ريلي بيركب على الكنترول موديول، كنترول ريلي موديول عشان يبدا يعمل عمليات التحكم. وفي عندي مين؟ السي ام، تمام؟ ان اللي هو الكنترول موديول. بعد كده في عندي لما بيبقى عندي مشروع كبير بركب على المضخات والكلام ده، بيبقى في لوحات بتتحكم في شغل الميكانيكال فبيسموها موتور كنترول سنتر، احفظها الكلمه دي ام سي سي، موتور كنترول سنتر. بعد كده في عندي اللوحه الرئيسيه او اللوحه الخاصه بالبي ام اس، لان بربط البي ام اس بالفاير، ديجيتال دايركت كنترولر، احفظها الكلمه دي في البي ام اس مهمه جدا جدا. اللوحه الخاصه بالتحكم في حاله البي ام اس اللي بتربط الفيلد ديفايس بنسميها لوحه الدي دي سي، يقول لك الدي دي سي هات في الشغل، الدي دي سي اللي هي الديجيتال دايركت كنترولر، ديجيتال دايركت كنترولر. في عندي فلو سويتش، فلو سويتش لازم اشوف الفلو سويتش. بعد كده في عندي سويتش اللي اسمه سوبرفايزوري سويتش، ده كله عباره عن سويتشات انا ببدا اشوفها في التحكم، بتبقى مربوطه مع البي ام اس سيستم، بربط الفاير الارم برضه بالاكسس كنترول سيستم، نظام التحكم في الدخول او في الابواب، بحيث لما يحصل حريق، تمام، يتم فتح الابواب اللي موجود عليها باسورد او لوك اللي انت بتدخل عليها اكسس عشان الناس تقدر تطلع منها، او حسب السيكونس اوبريشن اللي بيعمله الديزاينر.
بعد كده جايب لي هنا اللي هو الاسلاك اللي هي 16 امريكان واير جيج، ده نظام الامريكي في مساحات مقطع من الاسلاك، وكاتب لي الراجل اهو 16 اي دبليو جي بي 3 كيبل، وكاتب لي البرودكت نيم او الليبل بتاع الكابل. فاير الارم بيشتغل عند درجه حراره اخرها 105 درجه سيليزيوس، وده بيتوصل على الديتكتور جوه ماسوره 25 ملي متر الفاي بتاعها، تمام؟ الفاي القطر بتاعها 25 ملي متر، نوع الماسوره اي ام دي. وزي ما شفنا في الشرح ان مواسير الفاير الارم، تمام، بتبقى موجوده اكسبوز، مواسير خارجيه مش موجوده داخل الخرسانه. المواسير دي بتبقى هي مواسير المعدن اللي احنا بنسميها الاي ام دي، الكتريكال ميتال تيوب، تمام، الكتريكال ميتال تيوب، تمام، 25 مللي اللي هوصلها على الجرس واللي هوصلها للديتكتور. يبقى انا كده شفت الليجن بتاعتي، شفت كل الرموز اللي موجوده داخل الرسمه معناها ايه، تمام. ببص مفيش ابريفيشن، هو الراجل حط كده ايه كل حاجه. تعال نراجع تاني، الليجن دي جواها ايه؟ عشان اس دي سموك ديتكتور، الدي ضغط ديتكتور، الهيت ديتكتور، تمام. بعد كده الاف اللي هو المين بريك جلاس او المانوال بريك جلاس. بعد كده الرمز المربع في اي دايره ده اللي هو الساوند بيل. بعد كده المونيتور موديول، الفاير الارم كنترول بانل. بعد كده الكنترول ريلي موديول، الكنترول موديول. بعد كده في عند الموتور كنترول سنتر. بعد كده لوحات البي ام اس اللي هي دي دي سي ديجيتال دايركت كنترولر. في عند الفلو سويتش والسوبر او السوبرفايزوري سويتش والاكسس كنترول الخاص بالابواب. وبعد كده في عندي السلك اللي هتوصل بين المكونات دي والماسوره اللي بيمر فيها السلك. زي ما قلنا كل مره بنروح كده نبص على الرسمه، تمام، نشوف الادوار اللي موجوده في هذا المشروع. لو انا بصيت كده المفروض الاقي هنا اهو كاتب لي ليفل، ليفل واحد او ليفل بيزمنت مثلا، بعد كده ليفل زيرو اللي هو الارضي، وبعد كده ليفل واحد، ليفل اثنين، ليفل ثلاث اهو. يبقى حسب مين؟ حسب عدد الادوار اللي موجوده في المشروع. هنا مثلا في المشروع ادي روف لحد ما وصلنا للروف، لحد ما وصلنا للروف. تعال نبدا بقى ندور فين فين اللوحه الرئيسيه. ادي اللوحه الرئيسيه يا شباب، ادي اللوحه الرئيسيه هنا عندي اهو. رحت في الدور الاولاني، تمام كده اهو، شفت في عندي اللو كارنت روم رقمها في الدور الليفل واحد رقمها 186. ايه اللي عندك هنا يا سيدي؟ في عندك سيرفر اللي هو الجهاز المتحكم، تمام، اللي بقدر اعمل عليه مانجمنت، واخد منه طرف رايح للفاير الارم كنترول بانل، هنا برضو رايح لفاير الارم كنترول. ده معناه ايه؟ ده معناه يا باشمهندس ان المشروع ده فيه لوحتين رئيسيتين، تمام، في عندي لوحتين رئيسيتين، فاير الارم كنترول بانل اثنين، فاير الارم كنترول بانل اثنين اهو، بنسميهم صب واحد وصب اثنين، تمام. طيب وبعد كده دي فاير الارم كنترول بانل، طبعا ده اثبت زي ما قلنا في اسم اللوحه اهو، دي من هانويل اكس ال 300، اكس ال اس 300، تمام، اكس ال اس 300 ادريسبل، تمام، اكس ال اس 300 دي اللوحه الخاصه بالفاير الارم. طبعا هنا هيوزع على نص المشروع من الناحيه دي ونص المشروع من الناحيه دي. طيب ايه هنا بقى اللي موجود؟ ادي الكابل اللي واصل بينهم. وبعدين ايه اللي مكتوب ده هنا بين اللوحتين ده؟ تو بيلدينج مانجمنت سيرفيس انترفيرنس، تمام، او انترفيسنج. ده بيعمل عمليه انترفيسنج بين اللوحتين وبيربط في المبنى الرئيسي لمجموعه المباني اللي جنب المشروع بتاعنا. تو فاير ديبارتمنت ثرو اوت ديلر اللي هو ايه؟ نظام انذار الحريق، بتبقى انت موصله باوتو ديلر اللي هو في نظام التليفونات، وبيدي لك اوتو ديلينج لمين؟ للدفاع المدني او اقرب دفاع مدني موجود ليك او وحده الانذار اللي انت بتعمل عليها اتصال في حاله الحريق. تو فاير الارم بانل اون اكزيستنج بيلدينج، ده الربط الرئيسي مع المشاريع الثانيه اللي مع المشروع. بعد كده الباور 220 فولت اي سي، بتاخد 220 فولت اي سي باور بتتغذى منه، بتدخل من لوحات اليو بي اس، وبيبقى موجود فيها طبعا هي اللوحه نفسها. لو انت بصيت كده
بيبقى موجود فيها باتري باك اب عشان يبدا يغذيها، وبتبقى برضه واصله من باور سبلاي يونت من يو بي اس، يعني هي جواها بطاريات، وبغذيها من لوحات اليو بي اس، وبتاخد كهرباء من ال 220، بحيث اضمن ان كل الاحتمالات بتاعتي ما ينفعش افصل الكهرباء عن لوحه الفاير الارم. دايما لازم اضمن ان لوحات الفاير الارم شغاله بصفه مستمره. طيب